في الأجر تتراوح بين 150 درهم و 740 درهم. الرفع من مبلغ الخصم السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الأجير من 360 درهم إلى 500 درهم عن كل شخص. التنزيل الفعلي لحد الشرط المجحف 3240 يوم من الاشتراك في الضمان الاجتماعي للاستفادة من المعاش، مما سيمكن آلاف المتقاعدين أو المقبلين على التقاعد من الاستفادة من معاش. أما بالنسبة لإصلاح أنظمة التقاعد فقد تم الاتفاق على المبادئ العامة، وهنا نؤكد أن الاتحاد المغربي للشغل الذي يعتبر هذا الملف من المواضع الشائكة التي تستوجب مقاربة مجتمعية تتعدى المقاربة التقنية الضيقة ما فتئ يتشبت بمواقفه المبدئية، ومن ضمنها ضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في تدبير الأنظمة وعلى رأسها نظام المعاشات المدنية، ضرورة الحفاظ على مكتسبات الموظفين والموظفات وكافة الأجراء، رفض التالوت الملعون المكون من الرفع من السن إلى 65 سنة، الرفع من المساهمات، التخفيض من المعاشات. ويستمر الاتحاد المغربي للشغل في ترافعه ورفضه أي تراجع يمس حق الأجراء في معاش يضمن العيش الكريم. وبخصوص ممارسة حق الإضراب، ذلكم الحق الذي ما فتئ الاتحاد المغربي للشغل يخوض نضالات من أجل الدفاع عن حرية ممارسته كما يضمنه دستور بلادنا والمواثيق الدولية المتعارف عليها. نضالات استطاعت منظمتنا بفضلها تجميد المشروع المشؤوم للقانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب منذ 2016، بعدما أقدمت الحكومة السابقة على إحالته على البرلمان في خرق سافر لمنهجية الحوار إن الاتحاد المغربي للشغل الذي يرفض الإجهاض عن هذا الحق الدستوري سيبقى رافضا لأي قانون لا يضمن حرية ممارسة حق الإضراب وحماية الحرية النقابية والممثلين النقابيين والعمال المضربين. فمزيدا من التعبئة وتقوية الصفوف والتشبث بالمبادئ والوحدة من أجل انتزاع ما تبقى من مطالبنا العادلة والمشروعة، أخواتي إخواني، إننا نعتز بما حققناه من انتصارات قطاعية بفضل التزام وتضامن مناضلاتنا ومناضلينا وعزمهم وصمودهم من أجل تحسين وضعيتهم. فحققوا مكتسبات وزيادات في الأجور من القطاعات العمومية، التعليم وقطاع المحافظة العقارية، قطاع الضمان الاجتماعي، وكذلك في العديد من المؤسسات الإنتاجية، وفي القطاع الخاص كقطاع الموانئ وقطاع السيارات والمواد الكيماوية وقطاع المواد الإلكترونية وقطاع الأدوية وقطاعات أخرى. وإذ نهنئ مناضلينا على ما حققوه من نتائج بنضالاتهم وقوتهم التفاوضية والاقتراحية، فإننا نتمن ونساند نضالات إخواننا في عديد من القطاعات والمؤسسات كقطاع الجماعة الترابية ومجموعة الخطوط الملكية المغربية وقطاع الصحة وقطاع التكوين المهني إلى غيرها من المؤسسات، كما نهيب بمناضلينا ومناضلاتنا الاستمرار في التعبئة والنضال إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة. الإخوة والأخوات، إننا في الاتحاد المغربي للشغل وبهذه المناسبة الغالية على قلب الطبقة العاملة المغربية نعبر عن اعتزازنا
بما حققه المغرب من إنجازات دبلوماسية في محيطه الإقليمي والجهوي والدولي نصرة لقضيتنا الوطنية الأولى والاتحاد المغربي للشغل. بذلك لا يعبر عن موقف سياسي مرتبط بظرف معين، بل عن قناعة ومبدأ ثابت لهوية فكرية وتنظيمية عمالية انبثقت من صلب الكفاح والمقاومة والحماس الوطني. وبهذا الصدد نعبر بالدور المتميز التي تقوم به منظمتنا في إطار الدبلوماسية النقابية في كل المحافل الدولية النقابية دفاعاً عن قضيتنا الوطنية وصيانة لوحدتنا الترابية. وبنفس المناسبة واستحضاراً لموقفنا الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية، فإننا نجدد إدانتنا القوية والشديدة لحرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ 8 أكتوبر 2023 من طرف العدوان الصهيوني الغاشم ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والأبي بطواطئ مكشوف من القوى الإمبريالية. كما نجدد دعوتنا الملحة لإيقاف الفوري لهذه الجريمة الإنسانية، ونجدد مساندتنا الكاملة والدائمة للشعب الفلسطيني في قيام دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. كما نجدد التأكيد على تضامننا مع عمال فلسطين ومساندة نضالات الطبقة العاملة الفلسطينية في مواجهة الغطرسة الصهيونية الغاشمة. كما نؤكد تضامننا مع العمال والشعوب المناضلة ضد كل أشكال الاضطهاد والاستبداد. ومن جديد نعاهدكم أخواتي إخواني أننا لن نخلف الموعد، بل سنبقى أوفياء لهوية ومبادئ وتاريخ وأهداف اتحاد مغرب للشغل حتى تتمكن الطبقة العاملة المغربية من تحقيق كامل غايتها، ونجدد التزامنا بخدمة مصالح العمال والجماهير الشعبية وصيانة مكتسباتها ومواصلة النضال حتى تحقيق الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية وازدهار الوطن وتقدمه وضمان الحياة الكريمة لعمال وشعب المغرب. عاشت الطبقة العاملة المغربية، عاش الاتحاد المغربي للشغل، عاش المغرب، عاش الاتحاد، وعاش عاش الاتحاد، وعاش عاش الاتحاد، وفي الكفاح والجهاد، وفي الكفاح والجهاد، وجيري جيك في جيا يا قوة المستقبل، جيري جيك في جيا يا قوة جيرجيك في جيا يا قوة المستقبل، جيرجيك في جيا يا قوة المستقبل. سلسلة قوية عمالية نقابية، سلسلة قوية عمالية نقابية، سلسلة قوية عمالية نقابية، سلسلة قوية عمالية نقابية. جيرجيك في جيا يا قوة المستقبل، جيرجيك في جيا يا قوة المستقبل. وعاش الاتحاد المغربي للشغل، عاش الاتحاد المغربي للشغل. إذن إخواني أخواتي على بركة الله نعطي انطلاقة الاستعراض العمالي.